عاد من جديد مشاهدينا الكرام، وفن الطبخ بيختلف طبعا من دولة لأخرى، من منطقة لأخرى، لكن في النهاية بيتفقوا بالتأكيد يعني على المذاق الجميل وعلى يعني استخدام الأدوات، استخدام يعني يخليها تخلق حاجة من الإبداع ومن الروعة والمذاق الجميل. نحن الليلة يعني فقرتنا تفتح النفس يا مودة، زي ما شايفين السادة المشاهدين. صحيح. معانا طباخة فنانة، يعني فخر للسودانيين إن هي قدرت إن يعني تكون عندها موقع تعلم من خلاله كل الحابين يتعلموا، ما بس السيدات كمان حتى الرجال، فيعني فنون الطبخ السوداني وغير السوداني. نحن حنصح عن باقي محتوى الحلقة بعد ما نرحب بضيفتنا الأستاذة زهراء محمد، يعني مدربة فن الطبخ. مرحبا بك كثير. أهلا بك، أهلا بكم كلكم. أهلا وسهلا. أهلا بك يا زهراء. طبعا سؤال خيانتك بتاعي تقولي إنه فن الطبخ ده غير اللي احنا بنعرفه صراحه. على الاقل انا يعني الطبخ لو انت حبيتي الحاجه هتبدعي فيها. اكيد ما شاء الله عليك على الحماس وعلى الاتقان وعلى الجوده اللي انت بتشتغلي بها وعلى المحبه الكبيره اللي انت يعني حاجتك اللي انت بتعملي فيها بتحبيها تخيليها، ده برضه هو سر النجاح. فكلمينا يا زهراء عن فكرتك انت. انا شايفه انه بتقدمي شيء غير تقليدي، مثلا ممكن يكون في المطبخ السوداني او في البيت السوداني، يخرج بينا شويه عن فكرة إنه إحنا عندنا مثلاً قائمة طعام معين إحنا بنتحرك فيها. أكيد أكيد. أول قبل كل شيء هو هواية من أنا صغيرة، بحب أعمل الحاجات دي في البيت كذا يعني مع ناس البيت. بعده تعودت خلاص إنه يعني بحب المطبخ شديد لدرجة إنه ممكن أكون يومي كله في المطبخ، ما عندي مشكلة. فالحاجة لما تحبيها بتبدعي فيها أكيد. وبعده ابتديت أعمل جروب، وهو بفضل صاحبتي برضو اسمها تغوى. فبديت أعمل جروب وبقيت فتحت فيه المشروع، وكان في إقبال كبير يعني من الناس، عايزة تعرف الأطباق الجديدة، عايزة تعرف طريقة التقديم ذاته يعني. فالأكل قبل ما يكون مزاج لازم يكون تقديم طريقة أصلا يعني. وبعدين البنات هسي ما شاء الله تبارك الله كلهم عايزين يعرفوا وعايزين يطبخوا. المشاريع الصغيرة برضو يعني الأسر المنتجة يحبوا يعملوا حاجات جديدة ومبتكرة وكذا. فأنا مع أي واحدة عايزة تعرف ما عندي أي مشكلة. جميل جدا. طيب لما نقول إنه يعني فن الطبخ، طبعا أي حاجة أنت بتبدع فيها بتبقى زول فنان يعني. فلما نقول فن الطبخ والإبداع في الطبخ، هو في عالم الطبخ بالتأكيد، هو الطبخ عالم يعني كامل. فالناس بتفتكر إنه أنت مفروض يكون عندك أدوات معينة أو مواد معينة، أو مفروض تكون مواد والله يقول لك دي حاجات يعني ما ضروريات يعني إنك تتعمل كده. هل ممكن أنا أكون فنانة في طبخي ويكون المواد يعني مواد متوفرة عندي في المطبخ؟ والله هو أول الطبخ قبل المواد هو إبداع. أنت ممكن تبدع من حاجة بسيطة وقدر الحاجة ما أديتيها بتطلع أرهب طبعا، لكن في حدود المعقول يعني. ماشيين بمقادير بتاعت كيك مثلا، كل شيء بمقياس معين كده الكيكة بتظبط، لكن لو جيت زدت زيادة بتبوظ طبعا أكيد. لكن الأكل عموما قدر ما عملتيه بمستوى أعلى بيطلع أرهب يعني، بالنسبة لجودة الدقيق، بالنسبه لانه على الحاجات الفريش اللي بتدخليها فيه. فعندي تدريب كثير في الجروب بتاعي، انه بدرب البنات على مشاريع صغيره، يقدروا يفتحوا مشاريع صغيره بمكونات بسيطه. كثير بنزل وصفات بسيطه على اساس انه شنو يقدروا يعني يبدوا بها مشروع. الوحده بتقدر تطلع بها مثلا مصروفه لو عايزه، لو عندها هي الهوايه بتاعت انه بتقدر تطبخ، فممكن تعمل سناكات وفطاير وحاجات زي دي تستفيد منها كمشروع صغير. طيب يا زهراء، يعني كيف الزول ممكن يكتسب مهارة في المطبخ مثلا، يعمل حاجة يعني لما يعملها أي زول يحس إنه والله هو عملها بطريقة جيدة بطريقة ممتازة بتختلف من الزول الثاني؟ يعني في طبخة معينة ممكن أي زول يعملها، لكن في زول واحد مثلا يعملها تكون لافتة للنظر شديد. ما سمعتي بأنه يقول طبيخ نفس الحاجة دي برضه المفهوم. الطبيخ يعني في ناس هسي، في ناس أجود مني كمان في الشغل ده يعني. فعلى حسب ما أنا أقول لك، أنت الحاجة تخطي في راسك إنك عايزة تظبطيها بتظبطيها.
يعني الناس اللي بالذات اللي ما عندهم رغبه شديده ديل في ممكن يخشوا يبدوا بالمكونات حيظبطوا الحاجه وبعد ذاك شنو لازم يكون في تشجيع من الاسره كمان بالنسبه للبنات اللي ما بيحبوا الطبخ ديل يعني اللي حاجتك طلعت حلوه خلاص كده يعني تشجيع من الاسره ثاني بتطلع احلى. انا ما بعرف يا زهره بحس انه المطبخ غدار صراحه يعني فبشتيرين الناس اللي ما عندهم الرغبه دي لا والله العظيم يعني بحس انه غدار صراحه يعني قدر ما امشي المطبخ واحس انه عايز اعمل حاجه فلانيه ويدي المقادير ودي الوصفه وده مكتوب يعني زي ما بقول الكتاب ما بتطلع ما بعرف ليه لا ما بتطلع بحس انه غدار شوية منك انت انت لو صريتي بتطلع رهيبه منك انت يعني الحاجه بالمناسبه اي هدف في الدنيا دي قدر ما انت لو اصريتي بتصري للحاجه اللي انت عايزاها يعني الكلام ده طوالي خليني اقول لك انه الزول لو بحب الاكل او الناس الموجودين معاه بيحبوا الاكل بيخلوه هو عنده رغبه أيوة. هم مواد دي مقضيه رجيم لا هسي ما حتباري هتخش كلاسات معانا على طول اتمنى والله ان شاء الله طيب طريقه التقديم طريقه التقديم لدرجه ممكن تكون مهمه في انه يعني مثلا لو عملتي اكل جميل لكن مثلا قدمتيه في اطباق عاديه بيفرق اساسيه لانه العين دي بتشوف قبال ما تذوقي منه يعني اساسي التقديم بيخلي الزول يكون عنده رغبه يعني هسي حتى لو ظبطت مثلا مواد دي حاجه وقامت جابتها قدمتها بطريقه حلوه حتى لو الطعم ما رهيب لكن بتجذب فالطريقه مهمه والتذوق مهم طبعا جميل. لدرجه يعني فقدر ما الوحده تجتهدي في انك تطلع الحاجه حلوه والتقديم ده ما داير حاجه شويه حركات رتوش كده بفوق بيظبط طيب زهراء كيف يعني تطوري نفسك انت في المطبخ وتنمي مهاراتك في الحاجة اللي انت بتعمليها لانه فن الطبخ زيه زي اي حاجة في الدنيا كل يوم فيها أكيد. الجديد وكل أكيد. فيها المتطور وكل يوم فيها اسماء حلوة يعني قاعدين نسمعها بتحقق نجاحات يعني ده فن وده مجال وده بيزنس ممكن ايوه اكيد انا والله من ضمن احلامي يعني ان شاء الله قبل السنة دي ما تخلص عندي فكرة انه اعمل مركز تدريب نسائي متكامل اي واحدة عندها رغبة خاصة للبنوتات اللي عايزين يعملوا بيزنس خاص اللي عندهم رغبة في انه يعني مجال الاكل ده بجهزي مفتوح طبعا كل زي كل المجالات ممكن تعملي بيزنس وممكن تصلي للعالميه بالحاجات دي يعني صحيح فان شاء الله عندي رغبه زي دي في انه يكون عندي يعني زي ما تقولي مش اكل براند بتاع اكل معين عشان يطلع ويكون ظاهر للناس وكذا وبدعم يعني بدعم البنات كثير بيعرفوا البنات في الجروب معي بحب بدعم البنات انه شنو ما يكسلوا ايوه لازم الواحده شنو تشتغل على روحها باذن الله جميل جدا وزي ما ذكرت قبل المواد ده انه انت ممكن بس تخش اليوتيوب تفتح وصفه معينه وتطبق بالخطوات بالضبط لكن اليوتيوب مرات ما يزبط معك طيب يبقى السؤال هل المواد المستخدمه من شخص للتاني بتفرق في جوده الطعام او في طعمه في كده ولا اي ذول ممكن من مطبخنا السوداني العادي البسيط اللي فيه والخلاطه بس ممكن يظبط الاكل ما قلت لك الاكل ده ما محتاج امكانيات عاليه لا والله بيظبط بس الفرن ده يكون عندك موجود ممكن من الدقيق ده تطلعي كذا صنف من عجنه واحده تطلعي كذا حاجه فانا هسي مثلا عامله الميني برجر وعامله الميني ساندويتش وعامله الكروسون وعامله الميني بيتزا من عجينه واحده اوكي يعني البرجر نفس عجينه الفطاير ومكونات بسيطه خالص ممكن تطلعي بها حاجه حلوه ديل نوعين بتاع تارت واحد شوكليت والثاني اللي هو اناناس والثاني فراوله ده بتكون من المسحوق بتاع البسكويت يعني حلا انا ممكن ما عايز اعمل كيكه ممكن اجيب البسكويت اسحنه واعمل له كم حاجه كده في شكل كيكه واخد عليه صوص بتاع كريمه وشوكولاته كده انا طلعت حاجه حلوه دي حاجات بالمناسبه مكوناتها بسيطه لكن الزينه بتدي منظر وبتدي بانه الاكل متعوب عليه يعني انا تخيلي الفكره ذاتها يا زهره عارفه يعني انك تخشي المطبخ ويكون عندك افكار بالضبط بالضبط يعني انا ممكن اجيب عجينه اطلع منها كذا حاجه ممكن اجيب حشوه احشيها في كذا تشكيله بتاعت فطاير بتكون مختلفه طيب علاقتك كيف بال يعني ببقية تفاصيل المطبخ خاصة السوداني لأنه المطبخ هو كمان بيقدم هوية عرفتي في
المطبخ بيميز شعب عن آخر. كيد مطبخنا السوداني زيه ما في بالمناسبة، حاجاته حلوة كتير يعني النوع اللي بتشتهيه يعني. أيوة. ما زي الحاجات الحسي، الحاجات زي الفطائر بقت موجودة كتير، لكن حاجاتنا السودانية دي بالذات لو ما ظبطتيها في البيت ما بتطلع رهيبة. أيوة صح. أكيد يعني. فمطبخنا السوداني ما في زيه، أنا بتمنى كمان يكون عندنا كده مهرجان بتاع أكل حلو رهيب كده، ويكون عندنا ركنين ثلاثة للمطبخ السوداني عشان باقي الثقافات شنو تقدر تذوق الاكل بتاعنا. أيوة. طيب بالنسبه للناس اللي زي ما ودي ذي كده عاملين دايت، او الناس اللي عندهم يعني مشاكل هنا المشكله الدايت بس لا المشاكل في اكل صحي، في اكل صحي طبعا. واكل ممكن يعني ما بس يبوظ الرجيم ولا يبوظ الوزن، ممكن يضر حتى بالصحه. اكيد حتى الدايت ده ما معناته انت تمتنعي عن الاكل. الدايت انت ممكن تاكل لكن بكميه بسيطه. صحيح. ممكن تاكلي مثلا زي الميني ساندويتش ده فيه مارتديلا وفيه خس وفيه ممكن تمنع المايونيز منه. الميني برجر ممكن اعمل حشوه بتاعت فيجيتيريان اكل نباتي. صحيح. ممكن اعمل حشوه اللي هي بتكون مكونه من شويه خضارات واعملها حشوه للبرجر، وممكن اعمل النخاله كده. انا اكلت اكل صحي بالمناسبه. يمكن في المفهوم العام اللي قاعدين نتعامل معه انه المعجنات كلها هي بتزيد الوزن. ايوه لكن اذا انا ممكن اخلق بدايل. اكيد طبعا بحسب مثلا علاقتي وثقافتي ذاته الغذائيه ومهارتي انا في المطبخ. اكيد ممكن تاكلي نفس المعجنات وفيها حشوه صحيه وبالعجين بتاع النخاله وبتطلع معك رهيبه، وفي نفس الوقت السعرات الحراريه حتكون بسيطه. يعني ما ما الرجيم ما معناته انت تحرمي نفسك، بتاكلي ممكن حاجات تسويها في البيت بمناسبة رهيبة شديد يعني. سويها في البيت يعني. وممكن تتواصلي معي باخدت لك لا بتعصب معاك انا بتواصل معاك انا همشي معاك لا ان شاء الله جميل. طيب الزهراء اي يعني صاحب مشروع وصاحب يعني فكرة كبيرة زي فكرتك دي اكيد بيكون في داعمين، في على الاقل الناس بدوي يقول لك والله الليله ضبطتيها الليله ما ضبطتيها محتاجه شويه كده محتاجه كده. اي والله الداعم الاساسي طبعا اقول زوجي ما قصر معي كثير، وناس بيتنا اخواني اخواتي الناس القريبين لي، عندي ناس قريبين لي شديد برضو ما بيقصروا معي يعني اهلنا وانتي ما شاء الله بنات خالاتي كذا يعني علمينا كذا، لكن زي مودتي عندي اخواتي يقولوا احنا يا زهره ما بنقدر على شغلك ده سمعتي انتهت يلا كذا يعني ف بس لكن والله اي مره يعني بتلقى فيه بتلقى يعني لكن بتلقى 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 يعني بتلقى روحها في حاجه معينه حتى في أيوة شغل البيت يعني. أيوة في ناس في المطبخ يقول لك والله انا ما بحب شغل المطبخ صراحه يعني بالضبط، او مثلا زوجي ما بحب ياكل في البيت او بنحب ناكل من برا او بنحب ناكل الحاجات الخفيفه، فده ممكن يكون ما ذاته ما بشجعك انك انت عارفه اللي بيجبروكي منه بعدينك هسي موده ما يدوب يعني بيجبروكي العيال بعدين بتضطري تجيبي لهم حاجاتهم لانه اكل برا كل مره كل مره ما صحيح هو ما صحي ما صحي يعني، فتضطري تعرفي الحاجه دي حتى لو عن طريق اليوتيوب بتظبطيها لك. انا صراحه علاقتي اكثر بالطبايخ بالملاحات حقتنا السودانيه دي، ملاحات العصيده القراصه الحاجات دي، مطبخ الافرنجي زي ما بقول شيء ما عندي علاقه به. طيب زهراء لو كل البنات اللي حابين يتواصلوا معك حابين يستفيدوا منك حابين يعني يكتسبوا منك مهارات كيف توصلوا معك كيف يكونوا موجودين في الجروبات حقتي؟ انا حاضر، انا عندي جروب اسمه ام ابراهيم للمناسبات تقريبا فيه 10,000 شخص ممكن يعملوا شير بالجو، وعندي تيك توك برضو فان شاء الله جميل ما مشكله، وعندي رقم التليفون حقي يعني ممكن يتواصل معي وقت واي واحده حابه انه تعرف، او العروسات الجديدات كمان اعمل لهم كورسات ما عندي اي مشكله في اونلاين وفي اوفلاين. جميل. طيب زهراء سريعا كده واحنا خلاص في خواتيم هذه الفقره، احنا مقبلين على المدارس وموسم المدارس وكثير من السيدات بتكون يعني شايله هم من والله يا اخي شنو الوجبه اللي ممكن تكون هي غنيه بال 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 بكل العناصر الغذائيه وفي نفس الوقت هي تقدر سريعا الصباح تحضرها لطفلها عشان يمشي المدرسه. صحيح. اكيد السندوتشات اللي هي انا ممكن استغنى عن حاجه اسمها عيش من الفرن، ما زي الميني ساندوتش ده عندك حشوات متعدده، ممكن اخوت عليه فراخ، ممكن اخوت عليه جبنه بخيار، ممكن اخوت عليه تونه، العيال بحبوا الحاجات زي دي. الميني بيتزا نفس الطريقه وما متعبه، الميني بيتزا عباره عن يعني
عجينه مفروده وبتقصيها بتدخليها الفرن مع الصوص بتاعها وتحطي الحشو اللي هنا اللي انت عايزاه زي الهوت دوغ وكده. جميل. زهراء محمد انا والله بشكرك كثير يعني انت زوله زي ما انت بتعمل حاجات حلوه انت زوله حلوه جدا. الله يخليك مبسوطه بك حلوه جدا لكم كثير جميله جدا واحنا صدقا يعني صدقا هنكون في الصف الاول سهيل صراحه هي ما محتاجه يمكن انا ورؤى وشيما وكده هنكون في الصف الاول. لا لا اهلا شكرا لكم وموفقه كثير يا رب. الله يخليك شكرا نهديكي لحن ولكل الناس اللي بيتابعونا وخاصه للسيدات خلونا نسمع ونرجع نتواصل.
يا أخ البدري.